السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر كل اللي بيتواصل معايا وبيشترك معايا في القناة. ياريت تتواصلوا معايا أكتر وتشتركوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة حبيبي هنتكلم عن رؤية السمك الميت في المنام. على ما تدل رؤية السمك الميت في المنام؟ رؤية السمك الميت في المنام، قبل ما نبدأ طبعا، معلش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. على ما تدل رؤية السمك الميت في المنام؟ رؤية السمك في المنام، لو الإنسان هنا شاف نفسه أو شاف حد غيره او شاف جاره او شاف اخته او شاف اي حد من قرايبه ان هو بيصطاد سمك ميت، او استشعر ان السمك ده سمك ميت، هنا رؤية السمك في المنام الميت في المنام بتدل على كذا رؤية، يعني كذا تفسير، كذا رؤية بيشوفها. ممكن الانسان يعني ممكن يشوف نفسه ان هو اصطاد سمك كتير بس ميت، او سمكة او كم سمكة، كلهم بيدوا نفس المدلول او نفس المعنى. طب تعالوا كده نشوف، لو رأى الشخص اللي هو الحالم اللي هو بيحلم ان هو بيصطاد سمك كتير ميت، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على ان الانسان ده كان نفسه في حلم يحققه، عمل، وظيفة، تجارة، زرع، يعني اي حاجة هو كان نفسه ان هو يعمل الشيء ده، الحلم ده، بس للأسف الحلم ده يعني مش هيتحقق، مش هينول الحاجة اللي هو كان نفسه فيها. او في برضك رأي تاني ممكن يكون، ان هنا الرأي او هو ليه او لحد غيره، ممكن يكون ان فيه هيحصل مشكلة، والمشكلة دي هتبقى مشكلة يعني صعبة الحل، يعني عندها صعوبة شوية في الحل، هيعاني فيها من حلها، بس يعني إن شاء الله يحلها، بس هيحصل مشكلة وهيبقى في مشكلة هنا جامدة. يعني يا ريت نحاول إن احنا نتجنب أي مشاكل، ناخدها بسلاسة كده وبيسر كده بأمر الله تعالى. يمكن ربنا إن شاء الله بإذن الله، والدعاء في أي مشكلة في أي حاجة بتحصل علينا بالدعاء لله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله. وطبعا مناش أي حد يحل مشاكلنا ولا أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا رب ربنا يبقى قريب مننا كده، ونحن نبقى قريبين من ربنا، وربنا يسمعنا ويستجيب لدعائنا في أي مشكلة لنا بأمر الله تعالى. طيب ممكن كمان حل، قصدي يعني في تفسير تاني، انه ممكن هنا يكون في كراهية بينه وبين احد الاشخاص، يعني ممكن يحصل مشكلة وهيحصل نتيجة المشكلة دي بقى كراهية بينه وبين حد. ده بالنسبة للرؤية اللي شاف رؤية ان هو بيصطاد السمك في المنام والسمك طلع ميت. ممكن يكون حد من أقاربه، ممكن تكون مشكلة مع زوجته، ممكن يكون مشكلة مع جيرانه، ممكن يكون مع شخص هو ما يعرفوش، ويحصل نتيجة ان هيحصل مشكلة معاه عن طريق حد. برضك دي بالنسبة لرؤية السمك الميت في المنام، ده اللي يبقى ليه كذا تفسير في كل رأي في الوقت اللي هو فيه. يعني لو واحد بيحلم ان هو نفسه يفتح مشروع وحلم ان هو السمك هنا ميت، يبقى المشروع ده مش هيتحقق. حلمه ان هو مش هيتحقق، مش هينوله. وربنا طبعا كل حاجة ربنا بيبعتها لنا خير بأمر الله تعالى. طب لو واحد بقى حلم ان هو راح مكان او ذهب، يعني مشي راح لمكان، والمكان ده
مليان مليان سمك ميت برضك، يعني قدامه هو ماشي وراح لاقي سمك ميت كتير، شاف السمك الميت ده قدامه صدفة، هو ماشي هو رايح لحد وقال له خد السمك ده، والسمك ده طلع سمك ميت. ده دليل على ان السمك ده في الوقت ده رزق، بس ملهوش منفعة فيه، ليس به منفعة، يعني هو مش هيستنفع بالرزق اللي جاي له ده. ده هنا بقى جاي له رزق وهيجي له خير، بس مش هيستنفع بيه، مش هينوله، مش هياخده برضك، ليس به منفعة. فده بالنسبة لرؤية السمك الميت في المنام. إن شاء الله انتظرونا في فيديوهات أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.